لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى: إجراءات احترازية مرتقبة لمواجهة خطر الطائرات المسيرة. في صحيفة الزمان: زيباري، قرار الاتحاد تعسفي واستبعادنا يخدم أطرافا لا تريد رئيسا قويا للعراق. في القدس العربية: سيناتور غراهام يدعو لتمرير حزمة العقوبات الأمريكية ضد روسيا قبل غزو أوكرانيا. في موقع كتابات: مذكرة بقارورة باول لتبرير احتلال العراق، زخروفة تؤكد استمرار الأمريكيين في الكذب وخداع العالم. في موقع عربي 21: استشهاد فتى خلال مواجهات واشتباكات مع الاحتلال في جنين. في نيويورك تايمز: هجمات المستوطنين في الضفة الغربية وصلت مستويات عالية العام الماضي. وفي الأوبزيرفر: بريطانيا، جونسون تلعب دور المخرب لمحاولات خفض التوتر في أوكرانيا. السلام عليكم. يقول الكاتب أثير ناظم الجسور: ما من أحزاب أو تكتلات سياسية في العالم لم تطمح أن تتولى حكم بلادها أو تكون ضمن المنظومة الحاكمة لاعتبارات سياسية ومصلحية من المعايير التي تنطلق منها، لكن الغريب ما حدث في العراق بالرغم من رغبة الأحزاب بالاستحواذ على السلطة وعلى كل تفاصيل العمل السياسي، إلا أنها لم تقف عند هذا الحد، فهي تعمل بجد للاستحواذ على الإنسان وتحويله إلى سلعة تتداولها وتبيع وتشتري متى تشاء. بالتالي فهي على مدار سنوات ما بعد 2003 تعمل على تحقيق هذا الهدف الذي يحول المواطن إلى سلعة يتم تداولها في سوق الأحزاب. كل التحركات أو القضايا التي تمس حياة الإنسان العراقي تقابلها أفكار منافية للعقل والتفكير المنطقي العقلاني، فحياة هذا المواطن معرضة باللحظة إلى جملة من الأخطار الناتجة عن مخرجات حزبية قلما كانت غير مؤثرة على الشارع. فكل التحركات التي تتجه صوب هذا المواطن هي بالأساس لا تطلع إلى تحقيق حياة كريمة ينعم بها في بلد آمن خال من التدخلات والخروقات والإرهاب والتسقيط. فعاش المواطن بين محاولتين: الأولى محاولته في العمل على أساس تحقيق العيش الكريم واللجوء صوب بناء حياة ملؤها حرية وحقوق وواجبات، والمحاولة الثانية هي محاولة السلطة تثبيت وجودها بقدر ما يضمن سلامتها وتحقيق مصالحها على المواطن. بالتالي فإن محاولة الأول فاشلة بسبب البيئة الغير المناسبة لتحقيق آماله، والمحاولة الثانية ناجحة لما تتوفر لها من مقومات لا يمتلكها الأول. وبهذا يبقى المواطن يتدحرج ككرة الثلج، في كل مرحلة تمر عليه يجد نفسه أمام كابوس تهديد الحياة وكبت الحريات وسلب الحقوق، والأهم من كل ذلك الانتظار القاتل لما هو قادم. كل محاولات المواطن العراقي السلمية غير قابلة للتحقيق على اعتبار مواجهته لجدران كونكريتية صعب اختراقها، وأسماء ورموز لا بد من الخضوع لها، وما عليه إلا السمع والطاعة. بالمقابل اعتاد هذا المواطن على أن يكون مشروع استشهاد، فلم تكتفي السلطة بإيذاء المواطن والتقصير الكبير في تحقيق متطلبات الحياة لنيل العيش الكريم أو على أقل تقدير سبل العيش البسيط، بل حولت مصيره بيد مجموعة من المنتفعين من شركات وأشخاص مرتبطين بأجنداتهم، المنتفعين من سوء الأوضاع الخدمية والتعليمية والصحية على وجه الخصوص. المواطن العراقي اليوم يشتري الماء والكهرباء والتعليم والصحة بأسعار باهظة ترهق كاهلة. حكومة مقتدى شرقية وغربية أيضا، هكذا يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال نشره موقع عربي 21. لا يكل مقتدى الصدر ولا يمل من ترديد عبارة لا شرقية ولا غربية، كما لا يكل الإعلام العراقي والعربي ولا يمل من ترديد نفس العبارة نقلا عنه،
دون التمعن في حقيقة تشابك القوى المحلية والإقليمية والدولية المانع لولادة حكومته المتخيلة التي حدد هو وحده شكلها ومضمونها. فإذا كان صادقاً في رغبته في تشكيل حكومة خالية من التبعية للأجنبي ومن الفساد والمحاصصة فهو غشيم سياسة، وذلك لأن 73 مقعداً التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة بغض النظر عن ماهية الذين أعطوه أصواتهم ونزاهة اقتراعهم لا تؤهله ليكون الزعيم الأوحد القادر على فرض إرادته على الآخرين، كما لا تسمح له بالتحالف إلا مع نفس السياسيين العراقيين المتوفرين على الساحة، وهم المخبرون والوكلاء المعتمدون لدولة الشرق إيران أو لدولة الغرب أمريكا أو لكليهما. أما إذا كان عارفاً بأنه لن يستطيع تجاوز نظام المحاصصة ومتأكداً من استحالة قدرته على رفض تخصيص رئاسة الجمهورية للمكون الكردي ورئاسة البرلمان للمكون السني ورئاسة الحكومة للمكون الشيعي، ثم يصر رغم كل ذلك على حكومة لا شرقية ولا غربية، فهو بهلوان يظن بأنه يضحك على الناس، ولكنه لا يضحك إلا على نفسه مع سبق الإصرار والترصد. فثورة تشرين المغدورة حين طردت حكومة عادل عبد المهدي وفرضت قانون الانتخاب الجديد وأجبرت مصطفى الكاظمي على إجراء الانتخابات المبكرة لم تكن تريد استبدال فاسد بفاسد آخر ولا عميل بعميل، بل كانت تقاتل من أجل طرد جميع الفاسدين المتشاركين في السلطة منذ 2003. عن مسرحية داعش لإبادة الانتفاضة العراقيين كتبت نور العبيدي مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، جاء فيه: ما زالت معاناة النازحين والمهجرين مستمرة، وما زال مصير عشرات الآلاف من المغيبين من أبناء هذه المناطق مجهول، وهذا جزء بسيط من معاناة العراقيين الذين انتفضوا ضد الخوف والجوع والقتل والتشريد، إلا أن العالم يصمت عن إبادة شعب لطالما قدم الكثير للعالم وحضاراته وشعوبه. لم تكتفي حكومة المنطقة الخضراء التابعة لإيران بالقتل والتغييب والتهجير وتكميم الأفواه والمجازر والاعتقالات العشوائية التي طالت حتى النساء منذ تسلطها على العراقيين بعد 2003، وإنما ارتكبت مجازر متعددة ضد المحافظات الست المنتفضة لقمع تظاهراتها التي تطالب برفع الظلم وإطلاق سراح الأبرياء من سجون التعذيب والهلاك. وعندما عجزت حكومة المالك عن قمع هذه الانتفاضة، هيأت الظروف والأجواء لدخول الجماعات المتشددة إلى هذه المحافظات لتحقق أهدافها الخبيثة، فارتكبت القوات الحكومية بأمر من المالك مجزرة مروعة في الحويجة في محافظة كركوك بتاريخ 23 من نيسان 2013، عندما هجمت على المعتصمين بكل وحشية مستخدمة الرصاص الحي والمباشر ضد المعتصمين، مما أسفر عن مقتل 54 شخصاً وجرح أكثر من 220 آخرين. وفي 22 من آب 2014 هاجمت عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي على مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس في محافظة ديالة، وارتكبت مجزرة مروعة بقتلها أكثر من 73 مصليا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد، ثم تلتها أحداث ومجازر دامية أخرى ارتكبتها القوات الحكومية وميليشياتها الإجرامية لقمع انتفاضة ما عرف بالمحافظات الست الرافضة للظلم والاضطهاد. تضيف الكاتبة: انتفاضة الحق ضد الباطل لن تتوقف، لأن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب العراقي الحر الذي لا يقبل الضيم ولا يصمت على الظلم، فقد قالوا قديما: لا يضيع حق وراءه مطالب. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أعده مراسلها باتريك كينزلي، الذي قال إن العنف المتزايد في الضفة الغربية وصل إلى مستويات عالية، بخاصة هجمات المستوطنين، وعلى خلاف الفلسطينيين فإن المستوطنين لا يعاقبون.
الهجوم الذي نفذه رعاع المستوطنين في الشهر الماضي صوره ناشط على الفيديو، وهو جزء من العنف المتزايد في كل أنحاء الضفة الغربية منذ العام الماضي. وفي 2021 وصلت الهجمات التي قام بها المستوطنون على الفلسطينيين إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات على الأقل، وتسبب المستوطنون في جرح 170 فلسطينيا على الأقل وقتلوا 5 بحسب تقارير الأمم المتحدة. ويعلق كين غيزلي بأن المستوطنين ينتفعون من نظام قانوني يعمل على مستويين، حيث يرتكب فيه المستوطن العنف دون أن يعاقب، أما الفلسطينيون المشتبه بهم فهم عرضة للاعتقال والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، ويحظى المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي ولا يخشون من خسارة المستوطنات التي يقيمون عليها. وعنف المستوطنين هو الذي يثير القلق الآن، ليس بين الفلسطينيين فحسب ولكن في أجهزة الأمن الإسرائيلية أيضاً. وكتب ضباط الاحتياط الإسرائيليون في كانون الثاني يناير قائلين إن عنف المستوطنين لا يمثل تهديداً على الفلسطينيين فقط، بل وعلى استقرار إسرائيل وصورتها العالمية. وأضافت الصحيفة: لكن إفلات المستوطنين من العقاب أثار القلق من أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بعمل ما هو مطلوب لوقفه، وفي بعض الحالات أدت الهجمات إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم بشكل وسع من سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. وفي تقريره الذي أعده من بلدة بورين قرب نابلس، قال كينزلي إن المستوطنين تدفقوا باتجاه مزرعة فلسطينية، وكان يحمل بعضهم العصي ويرمي بعضهم الآخر الحجارة، كلهم مقنعون، وبدأوا بضرب الفلاحين الفلسطينيين الذين كانوا يزرعون أشجار الزيتون على طرف القرية. كشف رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان فتحي باشاغا عن أولوياته التي ينوي تحقيقها خلال الفترة القادمة، لعل أبرزها إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات بين الشرق والغرب. وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، قال باشاغا إن ليبيا وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق، فرغم كل الصعاب ثابر الشعب الليبي على دفع بلاده إلى الأمام على طريق الاستقرار والوحدة والازدهار. بهذه الروح واحتراما لرغبات أكثر من 2 مليون ليبي يؤمنون بأن طريق بلادنا إلى الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع، قبلت دعم أبناء وطني لتولي منصب رئيس الوزراء. جاء في كلام رئيس الوزراء الجديد أيضاً أنه وحسب ما أعلن عنه في خارطة الطريق التي وضعها البرلمان الليبي، سيعمل على ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً، وهذا هو أهم هدف له كرئيس للوزراء. مضيفاً: واجهت عمليتنا الانتخابية الأخيرة بعض الصعوبات الأمنية، بما في ذلك حماية بيانات المواطنين، والتي اعتبرها أحد المخاوف الرئيسة التي تتعلق بالانتخابات، والتي سيسعى لمعالجتها، وذلك بهدف منح الليبيين والعالم ثقة في مصداقيتها. وأكد باشاغا في مقاله التزامه بضمان عدم تكبد الدولة الليبية المزيد من الخسائر البشرية والمادية، بالإضافة إلى تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات الذي حدده البرلمان، والتركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد. وأشار باشاغا إلى أهمية المصالحة بين مواطني بلاده لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة مستقبلية تكون مسؤولة أمام جميع الأشخاص الذين تخدمهم، مع التركيز على جميع الليبيين معا حول ما يوحدهم بدلا من التركيز على الماضي. ولفت إلى رغبته في رؤية ليبيا مستقرة من خلال تحقيق المساءلة الحكومية والعمل على ازدهار الشعب الليبي، مشددا على أنه سيكون قادر على القيام بدور فعال لدعم هذا الشعب الليبي في سعيه لمستقبل واعد والتأكد من بناء دولة ليبية آمنة. وأضاف باشاغا أنه مدرك لتطلعات الشعب الليبي، وأنه سيستغل منصبه في العمل على ضمان حياة أفضل للليبيين الذين ما زالوا يكافحون لتأمين حقوقهم الأساسية،
فقد حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حلم بناء دولة تحترم جميع مواطنيها وتوفر لهم فرصا لائقة بحسب ما ذكر. قالت مجلة ذا أتلانتيك إنه لا يوجد توجه حديث خاص لوصف الأشياء التي لا نحبها على أنها تنتمي إلى الماضي. طالبان من العصور الوسطى وأنصار دونالد ترامب، متخلفون وأنصار لبريكزيت يحنون إلى الإمبراطورية. تحت هذا العنوان يعتبر فلاديمير بوتين ارتدادا سوفيتيا والحرب التي قد يبدأها قريبا في أوكرانيا، كما أشار جون كيري ذات مرة، تشبه بعض مناوشات القرن التاسع عشر التي تم نقلها إلى القرن الحادي والعشرين، وفق مقال للصحفي توم ماكتاغو نشرته المجلة الأمريكية. الحقيقة هي أن الأمم وأفكارها مهمة حين نضعها في الماضي وننتقل إلى عالم ما بعد وطني أو عالم عقلاني ظننا أننا ملكناه، ولكن تلك كانت أسطورة في حد ذاتها اخترنا تصديقها لأنها ساعدت في فهم عالمنا الذي يسيطر عليه الغرب، ما جعلنا نشعر بالرضا. نحن في الغرب نحب أن نتجاهل حقيقة أن وراء هذا النظام الدولي تكمن القوة الأمريكية الهائلة. بالنسبة لمعظمنا في الغرب هذا ليس شيئا سيئا، في الواقع مكاننا في هذا النظام الإمبراطوري مفيد للغاية. يبدو أن الأوكرانيين اليوم يرغبون كثيرا في أن يكونوا جزءا منه، لكن لا يزال علينا مواجهة ما سيحل محله. لقد ذهبت تلك اللحظة التي اعتمدنا فيها في الغرب على القوة الأمريكية. من المرجح أن تظل أمريكا القوة البارزة في العالم، لكنها في حالة تدهور نسبي بسبب النمو الاستثنائي للصين. هذا هو سياق الانتقام الروسي، وهو تعبير عن العالم الحديث وليس السياق الذي تلاشى عن الأنظار منذ فترة طويلة. إذن بوتين رجل حديث يتفاعل مع العالم الحديث مستخدما الأساليب الحديثة في محاولة لصنع شيء جديد. إنه يستحضر أرواح الماضي في خدمته ويلبس عدوانه ثوب التنكر العريق، ومع ذلك لا ينبغي أن يخدعنا هذا. الواقع جديد وحقيقي، يحاول بوتين دفن العالم القديم وليس إعادته. ومثلما نقل الكاتب عن مؤرخ الحرب العالمية الثانية ألان ألبرت، فإن بوتين مثل أي شخص آخر شكله التاريخ وهو يستخدمه في أغراضه الخاصة. أعلن العلماء الصينيون عن إنشاء منظومة تتألف من مربية اصطناعية بذكاء اصطناعي تساعد على إنماء الأجنة في رحم اصطناعي. وقالت مجلة جورنال أوف بيميوديكال العلمية المتخصصة إنه يمكن نظريا استخدام هذه المنظومة مستقبلا لتحرير الناس من أعباء الإنجاب، وفي نفس الوقت رفع مستوى السلامة والتطور الجيني. على أن هذا الموضوع يبقى في الوقت الحاضر مفتوحا سواء كان جيدا أو سيئا للبشرية، تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة لا تزال في مرحلة التطوير، أي لا يزال أمام البشرية ما يكفي من الوقت لمناقشة وحل هذه المشكلة الأخلاقية بحسب ما نقلت وكالة فيست الروسية عن المجلة العلمية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.